رديتوش بالكم بالله فين تحكي المرأة على راجل عمل عملة فاسدة تقول هما رجال فيهم أمانة؟ وإذا كان تحكي لها على امرأة كيفها خانت رجلها ولا عملت معها الأعمال اللي ما تحكاش، عمرها ما تقول إنسان ما يتمنوش. وهو المليح ودوني في الرجال وفي النساء، آما نساء ما يشوفوا إلا دوانة الرجال، والرجال زادة ما يشوفوا إلا دوانة النساء. والحق أكل مرة في الدار أحكاولنا على راجل مبسوط هو في خير كبير، لكن مرته ما تظنهاش، قعدت عنده 5 ولا 6 سنين ما ظهر عليها شيء، خافت لا يمشي ياخذ عليها امرأة اخرى ويطلقها وتخرج يدها على راسها من هاك الرزيق هذاك. طبخت الراي هي وامها اتفقوا مع قابلة باش تشوف فيلم صغير. بعد ايام قالت لهم ها واحدة حبلة وماذا بها تسلم في صغيرها. من نهارتها المرأة ولات حاشا من يعدي تتقية وخلايقها دايرة ووجهها صفار. رجلها أشبيك يا بنتي؟ قالت ما نعرف الظهرة وحم. أفرح الراجل وتخلخل ولالك يجري ويطيح والنهار كله هو وين حطك طبق الورد، وهي كل يوم تزيد شويلقة وتكبر في كرشها، الحبلة في الرابع وهي في الرابع، الحبلة في الخامس وهي في الخامس، كل نهار تزيد حاجة والراجل ما في علمه بشي وما فاتن بشي وما عنده حد لا أم ولا أخته، وحيد لا والي لا تالي، حتى ولات كرشها الحلقة كما يقولوا كالتنير قدامها. دخلت يا سيدي فلوسها الكبار كيف الأخرى اللي بالمنجد. انها عشية مغارب الراجل دخل الدار ومنها خرج، اتفكر قضية ارجع، ما فتنش به مرته البيت اللي هي فيها مقابلة سقيفة، يشوف في نسيبه خو مرته، دز الباب ودخل يجري في ساق لها المرأة ولدت اطلع الفرج، وخرج يجي للسقيفة وقف الباب دخل خرج عاود دخل، ومنها دز الباب مرة أخرى ودخلت امرأة، دخلت أمها ومعها امرأة أخرى القابلة هزة حاجة في شولها. أمها من وسط الدار صاحت يا رسول، ودخلوا البيت قامت الأخرى الصيحة. افهم رجلني النزلتو نقز للسقيفة وعمل نفسه حل باب الدار ودخل، اش بيكم اش ثم ولا باس؟ خرجت العزيزة قالت اقعد اقعد ما تدخلش مرتك بالحس راهي. يا سيدي قام صغاريت شنو قال وليد، ادخل باسها ما بين عينيها وخرج مش يقضي ما يلزم عديك. غاب سويعة من زمان وما فطنوا به الا داخل ومعه زوز بوليسية وكوميسار وطبيب. قلب النفس لقاها عمرها ما حبلت وما شق هذنها وما تعرفش لواد بكل. الصغير تهز للمستشفى والجميعة هما وقابلتهم مشاو في السلاسل. انا كملت هالحكاية والمرأة قالت هما الرجال فيهم امانة، عجايب يلا يبدا قد ما عملت المرأة الاولى والثانية والثالثة هي وامها والقابلة عاملين عليهم بي، ومظهر كان هو ما فيه شمان. الثلاث نساء هما اللي ما فيهم شمان، اما هو عارك على نفسه وما حبش يخليهم يعديوا عليه ويدخلوا عليه البراني يورثوا. نحكي لكم حكايه، ثم راجل هذه زاد وقعت، هاك الراجل مات وخلى امراه وزوج وليدات. المراه عدت الفروقات والزياره وسلمت في الوليدات لسلفها خو رجلها وطارت، امشات تقول انت النابل ولا سوسه ولا صفاقس ولا جابس ولا غيرها ما عيناش فيها. تعدى العام الاول الثاني الثالث السابع الثامن، حط بها الزمان روحت
انهار سلفها داخل الدار، قالت له مرتو مرت خوك راهي جات قبيلة وراهي تسلم عليك. قال لها شنية جاي تعمل هوني؟ ساقها ما عادش نحبها تحطها في الدار. سمعت ولا؟ قالت له مليح. من غدوك قالت له راهي جات اليوم زادة. نقول لك الحق يا ولدي، انا ما احشمت ما نجمش نطردها، ما هي الا مرت خوك على كل حال، وليداتها محسوبي تامه تشم عليهم ريحه راجلها. قال لا على كل حال ما عادش نحب نشوفها، خليقتها ما نشوفهاش. ولت المراه تقريب كل نهار تجي، مره تفطر مره تتعشى، ليله وخرت قالت لها تيقعد بات. وكيف جا هو قالت له نقول لك الحق، نقول لك وما تغشش، مرت خوك راهي بايت الليلة بحذر. هي قالت هكا ودور وماشي. قال لها باش ما ندخلش الدار، اتغشش عيت المرأة ما هي تغلب. سكت لكن ما قابلهاش، هي في بيت وهو في بيت. ولات ساعة ساعة بات بعد يتحل الباب، حتى ولا يقابلها يا سيدي انسى يغلبه، ولا يقعدوا يفطروا ويتعشاوا مع بعضهم. ولات بايتة صارحة في الدار. حتى نهار من نهارات المرأة مشات ضيفة في دربوها، هزها من الصباح في العشية، جاي يدق عليها في باب الدار، مدلها تلقيتها من الباب. اش وقع؟ الراجل رد مرت خوه اللي ما كانش يحب يسمع بيها حتى بسمع، وطلق المرأة. قد ما عملت معاها المليح وربت لها أولادها وأكلتها وشربتها وما حبتش تطردها وعاركت عليها ولحلحت باش كفاتها، طيشتها وصبحت هي في بيتها في فرشها، والأخرى خرجت بيتها على رأسها. أشكون هوني ما يتمنش، الرجل ولا المرأة؟ الجمل قالوا له أما خير الصعدة والحضرة؟ قال لا نطلع عليهم الاثنين.